كانت مباراة جميلة خاصة في الشوط الثاني. برازيل لعبت بطريقة جميلة جدا. هذا هو الخيال والإبداع في عالم كرة القدم، التمريرات السهلة والسريعة. والمنتخب البرازيلي كان أكثر تنظيما في الدفاع وفي الهجوم، خلقوا الكثير من الفرص. وأعتقد أن 45 دقيقة التي شاهدناها من المنتخب البرازيلي هي من أحسن الدقائق التي شاهدناها في هذه البطولة، وهذا يبين أن البرازيليين في قدرتهم الفوز باللقب. والله نشاهد هذه الإصابة لأي تسديدة على المرمى في هذه المباراة. صلابة دفاعية للمنتخب البرازيلي وأيضا حلول هجومية ودكة احتياط مندشجة بالحلول والنجوم في هذه المباراة. قلت قبل المباراة أنه شيء جميل للمدرب أن يحظى بدكة احتياط عظيمة وكبيرة، خاصة في أحسن سلف مثل ما يقال. إذن أعتقد إصابة نيمار هي ليست بالشيء الجميل بالنسبة لبطولة كأس العالم. أعتقد أنه أصيب، رأيته في النفق كان يبكي وأصابته خيبة أمل، لم يكن متحكما في مشاعري ولا وكان مهزوما سيكولوجيا الى حد ما. عانى من الاصابات في الكاحل وفي القدم، نتمنى من قلبنا ان هذه الاصابه ليست بالاصابه الخطيره، ولكن نيمار يحب ان يلعب كره القدم ولديه رباطة الجأش. يريد نيمار قدم ما عليه، دافعوا بطريقة جيدة لمدة 60 دقيقة، ثم جاء الهدف الأول وأرادوا أن يغيروا المنظومة اللعب. غيرت المنظومة ولكن لم يحالفوا من الحرب. كانت هذه مباراة البرازيل الذي خلق للأدوار الأخيرة في أي كأس عالم هو جانب من نجاح البطولة. يقول هذا شيء رائع جيد بالنسبة لنجاح يحسب للتنظيم. منتخب البرازيل، المنتخبات الكبيرة التي هي موجودة في كأس العالم، وجودها إلى آخر محطات في البطولة هو نبيه فرصة بالنسبة لتشارلسون. لتشارلسون ما زال يعني في بداية طريقة، ما زال الدروس والتعليم في كرة القدم يحتاج إلى تدرج هو في كل شيء. مع الزملاء رسالة كبيرة جدا من المنتخب البرازيلي إلى المنتخبات الموجودة في كأس العالم، أن منتخب البرازيل موجود وعناصره رائعة وأداءه أيضا ممتاز. فالآن نستمع لفينيسيوس جونيور الافتتاحية، وذلك بعد الانتظار 20 عاما لقدوم هذه اللحظة التاريخية. بالطبع عملنا جاهدين كثيرا، والوصول إلى المنتخب أمر مميز للغاية، وهناك اتحاد بين اللاعبين جعلنا نحقق هذه النتيجة الإيجابية. الآن البرازيل بالطبع لديه انتصار واحد، وما رأيكم بالطريق إلى اللقب؟ بالطبع لدينا مباريات عديدة قادمة، ولكن يجب أن نرتاح الآن. وبالطبع مباراة كانت صعبة أمام الفريق الصربي لأنهم كانوا أقوياء للغاية من الناحية البدنية، ولكن نستطيع من خلال الهجمات المرتدة أن نحقق أهداف مهمة للغاية. السؤال الأخير، هدف تشارلسون الثاني كيف كان؟ هو هدف رائع وجميل للغاية، ونحن جاهزون مثل هذه التمريرات، وبالطبع كان جاهزا للتسديد.